والله المباراة في معناتها كنا متوقعين أن بتكون مقابلة مباراة فيها صبغة رسمية. ليش؟ لأن يعني الاثنين فرق لما يتبروا حتى في صبغة ودية أكيد فما شعار النادي، فما أبعد من ذلك فما تمثيل بلد، وهذا مهم كثير. يعني الحمد لله أنه المقابلة وفات بوعودها على المستوى اللعب في الأوبوزيشن. تقسمنا الأشواط، الشوط الأول كان الأهلي قلقنا على المستوى التكتيكي كثير، خاصة على المستوى الإضافة العددية اللي كانت موجودة على الرواق اللي صار بتاع الأهلي، أو على مستوى الانترلاين اللي كان موجود عندنا احنا. بين الشوطين الحمد لله وقع تحوير على مستوى لعب وسط الميدان، وقع إعادة تمركز ولا إعادة انتشار على مستوى الرواق اليمين بتاعنا، وين أحدثنا توازن الفريق ولا أصبح الفريق يمتلك الكرة اللي كان يعوقنا في الشوط الأول، بالرغم أن الشوط الأول خلقنا فرص على أثر المرتدات وعلى أثر هجمات سريعة، تبقى ما مسكناش كرة، وهذا اللي تصلح بين الشوطين، مسكنا أكثر كرة، انتشرنا أكثر في الميدان. لذلك نعتبرها المقابلة بالنسبة لي أنا كفني كانت فيها كثير فائدة جماعية، فائدة على مستوى البوزيشن، خاصة أني ينتظر فيها أربعة ثلاثة مقابلات مع الفرق اللي تزاحمنا من أجل تنافسنا من أجل البطولة من أجل اللقب الدوري. ثلاثة فرق هما النجم الساحلي والإفريقي والترجي التونسي، مش نلعبوا لهم في الاثنين أسابيع الجاية. عملنا هالبروفة هذه، تقولوا أنتم في مصر البروفة، عملنا البروفة هذه تشم تكون أحسن تهيئة وسط أحسن تحضير، مع في ظل غياب ثلاثة لاعبين يعتبروا مؤثرين في الفريق، جونيور مع منتخب نيجيريا تحت 23 سنة، ياسين مرياح منتخب تونس تحت 23 سنة، وفالو المصاب، اكتشفنا نقولوا احنا اتو معناتها اكتشفنا حاجات اخرى في المجموعة، سواء فرديا كما اليوم شفنا ريمون لاعب الشاب ريمون اللي خذا مكانه في الشوط الثاني، اكتشفنا كذلك أن علي معلول قادر يلعب ظهير شمال كما قادر يلعب رواق هجومي على اليسار، اليوم عمل لاعب رواق على اليمين وقدم الإضافة. لذلك حتى على المستوى التكتيكي اكتشفنا أن الفريق قادر أنه يعطي أكثر وعنده مجال للتحسن أو مجال للفعل في التكتيكي. إجمالا مانيش نادم على المقابلة.